ماني السلام عليكم. وعليكم السلام. عمر أجد، مدير موقع الميدان، مرحبا. أهلا وسهلا بك. راك تسمع فيا؟ راني نسمع فيك. مع هنا ضيوف سامر حوحو، رفيق بوصوار، وعبد الرحمن علان، وصديقنا عيسى. يحييك. أهلا وسهلا، أهلا بكم. مانيش نسمع فيك مليح عمر، لكن عمر ندخلوا في صلب الموضوع. ما هي إيجابيات هذه المباراة؟ يعني باش نكملوا في سياق الكلام. الإيجابيات كثيرة. أولا أخي بالوطني الآن على دراية بالجميع اللاعبين. الأمر الثاني هو خلق حافز جديد للفريق الأول، أنه ولا واحد ما كان مضمونة ما دام اللاعب. عمر لا أسمعك جيدا عمر. ألو. امتلاك حلول أخرى، يعني أخي بالوطني الذي يعرف ما يقدمه بعض اللاعبين في حالة مع الغرار والناس، حتى لاعب آخرون وقف على مستوى بعض اللاعبين على غرار بوداوي وفارس، ربما تكرر الكلام عن بالتبعيني مؤخرا، لكن رأينا اليوم أن الناخب الوطني لم يكن مخطئا، يعني أحسن بكثير من فارس، يعني أخذ عمر لا أسمعك جيدا، حبذا لو تغير المكان، هناك انقطاع في الصوت. يمكن أن يخيل له أن الإحتياطيون أقل مستوى من الأساسيين الآن، حتى ولو تلعب من أجل إبعاد لاعب أو إصابة الفريق المنافس على دراية أن اللاعب الذي سيدخل هو بنفس إمكانية اللاعب الأساسي. نعم، والكل جاهز. يعني إضافة إلى هذا، إراحة اللاعبين بعد مجهود بدني كبير في أول لقاءين، يعني الإيجابيات كثيرة لا يمكن عدها. يعني الناخب الوطني ضرب مئات العصافير في حجر واحد في هذا اللقاء. نعم، نعطيك سؤال فقط عمر، هل ترى المنتخب قادرا على الذهاب بعيدا بعد هذه المباراة، ورؤية أن جمال بالماضي لا يملك 11 لاعبا فقط في المنتخب؟ والله الدور المقبل إن شاء الله والأدوار الإقصائية صعبة، يعني نعم. ليس احتمال مواجهة غينيا تلعب على جزئيات صغيرة. نعم. نتمنى المنتخب الوطني يبقى مركز ذهنيا، نمتلك كل مقومات البطل، لو نمتلك شخصية البطل نمتلك شخصية المنتخب القوي، يعني حتى المنتخب في تطور مستمر من لقاء إلى آخر. نعم. لكن المنتخب الوطني لم يفز بأي شيء، يعني هو مجرد منتخب تأهل إلى الدور الثاني، يعني نعم. حتى نسمي الأشياء بمسمياتها. بمختصر، المنتخب لو واصل بنفس التركيز، بنفس العطاء، بنفس المستوى البدني، بنفس الانضباط التكتيكي، بنفس الحيوية في اللعب، بنفس الشراسة في عملية الاسترجاع وفي الدفاع، يمكن أن يذهب بعيدا إن شاء الله. نعم، نعطيك نقطة فقط أخيرة باش نختم معك، ما هو وجه الشبه بين، هل هناك وجه شبه بين جمال بلماضي ووحيد حليلوزيتش؟ والله جمال بلماضي هو مزيج بين وحيد حليلوزيتش في الصرامة وفي تسيير المجموعة وفي الروح في غرف تغيير الملابس، وبين جولكوف في العمل التكتيكي وفي القرب من اللاعبين، يعني هو مزيج بين الرجلين. نعم. يعني له كاريزما خاصة، له رؤية تكتيكية، له عمل تكتيكي كبير بشهادة لاعبيه. هذا الأمر تقريبا لم يكن كثيرا في وقت حليلوزيتش الذي كان يركز كثيرا على الجانب البدني وعلى الاسترجاع، في حين جولكيف أهمل المجموعة، أهمل التعامل مع الاحتياطيين، خلق فريق أول مقدس أو لاعبين مقدسين، مكانتهم الأساسية مضمونة، في حين جمال جمع الجميع، والجزائر محظوظة بلاعب بمدرب مثل هذا. وأستشهد بمقولة لاعب الكبير أبو تريكة، المدرب الذكي نعمة، وبالماضي مدرب ذكي ونعمة. بارك الله فيك، إذا أحسن ما ختمت به عمر، يعطيك الصحة، الجميع يحييك، وتحية ليك والناس تلمسان. تحية لهم، بارك الله فيك ولكل المستمعين والمشاهدين. فرصة أخرى تكون معنا في الاستوديو إن شاء الله. إن شاء الله يا إن شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. إذا أريد أن أعرف فقط كم بقى